كتشغيل الكادو ديال كيلا لا كنصيفطو ليك ديالك والعنوان والادريس في هاد الرساله قصيره الاخ ديالي على حساب تكمل الكادو ديالك كيخصك معنا هاد الاجراءات لالا. واو دابا العائله جبنا تعبئه وغادي نصيفطو لك. واش نصيفط لك داك الكود اللي لتحت ولا اللي الفوق؟ سمعيني لالا سمعيني ديريكتومو كنفيرسيو لك البطاقات في النيميرو ديالك كنفيرسيوها لك على على حساب شريط ديال لابورمون اللي غطويت في الهاتف ديالك وكتوصلك رساله ثانيه لالا فيها الكود الثاني ديالك لالا ديال الفلوس ديالك وفيها العنوان والادريس فين توجهوا لالا تيوجه ليا اجي بالنسبه للفوتوكوبي ديال البطاقه اللي طلبتي واش نديرو في البرا ولا لا؟ ما سمعتكش لالا، الفوتوكوبي كتصوري على جوج جهات لالا، على حساب الناس ديال المرحقة الإدارية كيبغيو تبقى عندهم وحدة، والناس ديال وفاكاش كتبقى عندهم وحدة لالا. وفاكاش كتبقى عندهم وحدة والملحقة الإدارية وحدة. إي لالا كتاخذي وحدة عند الناس الإنوي وحدة كتاخذيها عند الناس ديال وفاكاش. واخا صافي، شحال قلتي المبلغ اللي فازت به بنتي؟ المبلغ ديال بنتي قال لالا 3 مليون، 3 مليون سنتيم لالا. 3 المليون؟ 3 مليون سنتيم وشهرين ديال لابورمو سمارتفون ديال الدار كراتويت في الهاتف ديالك من بعد ما كتدخلوا معنا للطنبوره الثانيه لالا باقي فيها الطنبوره الثانيه باقي فيها شهرين ديال العمر لجوج ديال الناس وسمارتفون ديال الدار لالا وفيها سياره من نوع دافيه لالا الطنبوره الثانيه ان شاء الله لالا نتناو ان شاء الله الطنبوره الثانيه يكونوا فيها 3 ديال الناس محظوظين لالا. دابا واش نحك التعبئات كاملين نصيفطهم لك ولا كيفاش غادي نعمل؟ اشرح لي. سمعيني لالا هاد البطاقات هادو كنأكتيفيهم لك في الدوسي ديالك النيميرو نتاع الإبنة ديالك باش ديريكتومو على حساب تأمين الكادو ديالك لالا مباشرة كيوصل لك واحد الرسالة قصيرة كتحمل الكود الثاني ديال الأموال ديالكم وكتصوني عليكم المرشدة ندى من البوست نتاعها هي كتخبركم فين غادي توجهوا وكتعطيكم العنوان والأدريس لالا. فهمتيني لالا؟ فهمت حاليا هاد البطاقات لالا كنأكتيفيهم لك في الدوسي ديالك لالا في النيميرو ديال الإبنة ديالك أطار انترنت ما عندي من هنايا باش مباشره كتوصلكم ديك رساله قصيره لالا. دابا غنحك هاد التعبئات ديال 50 درهم كلهم ونصيفطهم لك 6 ديال التعبئات. وي ديريكتومون لالا باش كنفيرسيهم لك لالا في النيميرو ديال الابنه ديالك. واخا سيدي انا حنا نمشيو نجيبوا التعبئات ديال 50 درهم دابا. وي لالا. وغادي نحكم كاملين ونصيفط لك الكودات كاملين قلتي 6 ديال التعبئات ياك. وي لالا شحال طلب منك المرشد اللي تكلم معاك طلب منك لالا قال لي 6 ديال التعبئات ديال 50 درهم سمعيني لالا سمعيني انت هي حاليا الباقيه ما خديتيهمش لالا انا كنتسنى الدري يجيبهم لي حيت جبرت لاجونس مسدوده انا راه في الزنقه سمعيني انا ما غاديش نتكلم معاك خليكي معايا دوزك المرشد اللي كيتكلم معاك واخا مريض شويه ما غاديش نتكلم معاك واخا الله يشافيك المرضي الله يشافيك وعليكم السلام اخاي. وحنا راه ماشي نجيبوا تعبئه قلتي 6 ديال التعبئات ديال 50 درهم. ودابا واش نتينا تغوت عليا باش تعطيني الكادو هذا الاسلوب اللي كتعاملوا بها لاجونس ديال انوي. اخاي واسمعني الله يجازيك بخير اسمعني راه نتينا في البث المباشر واللايف وكل شيء كيشوفك هاك طاع انا يديروها بنتي طاح معايا مهم انتم شفتوا الرقم ديال التليفون شفتوا الرقم ديال المهم انتم شفتوا الاخوه الرقم ديال التليفون سجلوها عندكم الى اتصل بكم بداك الرقم وقال لكم انوي ما انوي سيروا عملوا تعبئه بنتي مسكينه صحاب لا بصح ومجال عندي يا ماما ربحت 4 المليون وخصني نصيفط لهم التعبئه باش يصيفطوا لي 4 المليون فبلاتي بنتي بلاتي الله يرضى عليك راه نشوفوا هاد الناس هادو كيفاش القضيه باقي ها هو مازال كيصوني ماما بصح مسكينه بنتي تايقه الو السلام عليكم وعليكم السلام لا سمعيني لطفك الخير واش باغيه تاخذي الكادو ديالكم لا ولا لا
ودابا سيدي حنايا غادي نشريو تعبئه وانتي ناقص كتغوت. ما تقوليليش راكي ماشي تشري تعبئه، وعلاش لا قبيله يعني تكلمنا معاكي وقلتي لنا راكي خديتي التعبئه، ايوا ماشي الحشومه عليك انا دابا. واش نحكا ونصيفطها لك ولا شنو؟ لا لا واش راهي قولي لي كلمه وحده، هي قوليها لي يعني واش خديتي التعبئه ولا لا؟ واخا نصيفطها لك بها الطريقه اللي غنصيفطها لك. سمعيني السي اللي تكلم معاه يعني المدير ديال الشركه ديالنا اللي راه فيه مرض سكري ان شاء الله، يعني ان شاء الله يعني راه تكلم معك ويعني هي ما يشرح لك لا وما تفهمتيش الوضعيه ديالو. ودابا غير قول لي دوك التعبئات عن الحكم واش نصيفط لك الكودات كاملين و... ايوا هو كملي معاه، هو اللي قالها لك ديريها معاه. ويلا ودوزوا لي الله يرضي عليك باش نتكلم معك لا واللي قالها لك ديريها معاه. واخا سيدي. الو ويلي لا كتسمعيني؟ نعم اخاي. ويلي السلام عليكم، واش ديري حاليا؟ لا واش لا انتيا عندك حتى خوك في الشركه ديالنا؟ قوليها لنا باش نعرفوا علاش كنديروا معكم الاخ ديالك. اسمع الله يجازيك بخير الخاوه، الله يجازيك بخير، الله يرضي عليك. دابا قول لي هاد التعبئات هادو انا اللي شريت. ما تكلموش معاك غير انتيا، كنتكلموا معاك في الزبانه. اسمع. او تكلموا مع بنتي لالا. اسمعني الله يجازيك بخير، دابا انا هاد التعبئات هادو ديال 50 درهم واش غنحكم نصيفط لك الكودات كاملين مع بعضهم ولا شنو غادي نعمل؟ انا اشرح لي شنو غادي نعمل. ثلاثة شنو كيحولوا؟ ثلاثة كيحولوا لك شهرين ديال لابورمون، وثلاثة كيحولوا لك رسالة قصيرة كتحمل الكود ديالكي وكتحمل العنوان والادريس اللي غادي تمشي لالا. صافي سيدي، أنا دابا غادي نحك هاد الستة ديال التعبئات ديال 50 درهم ديال إنوي وغنصيفطهم لك دابا، غنصيفطهم لك. سير قول شوف على ما تنصب. سير قول لهاد أمك. ولا لا كنعاونوكم حتى حنايا في هاد القسيمة صافي سيدي كن هاني، انا دابا غادي نحك التعبئات دابا ديال 50 درهم ديال انوي وغادي نصيفطهم لك دابا 6 ديال التعبئات كن هاني. قول لهم امك كنسحب لها صيفطهم بالصحاب تبعك انا من الدار. داسي كيتلاهوا بعباد الله هاد الناس هادو ولاد الحرام، راه خصهم شي حرب هادو. جال عندنا الاخوان بارطاجيو اللايف باش توصل بعدا المسؤولين والامن وتوصل لهذيك الشركه ديال الانوي، المديرين ديال الشركه ديال الانوي يديروا بحث. وهما يديروا بحث، راه كينصبوا على عباد الله. كيقول لك غنصيفط لك ديك مول وسترينيون مدير وفاكاش وفاكاش يهضر معاك المدير. قلت السلام عليكم، حنا دابا الطريقه ديالنا حك شي 4 ديال الكراطي وصيفطوا لنا معايا صيفطوا لك يقول لك تسنى 4 المليون تسنى 4 الضبابات. يلا الاخوان السلام عليكم، بارطاجيو اللايف باش توصل يلا.